السلام عليكم، معكم ريان من قناة كرم سيف. لو راجع لكم فيديو جديد، فيديو راح اتكلم فيه يعني عن اشياء ينفع تلعبها على البلاي ستيشن وما ينفع تلعبها على الكمبيوتر، وينفع تلعبها على الكمبيوتر ما ينفع تلعبها على البلاي ستيشن وزي كذا. اوكي، الشيء الاول هي لعبة ماينكرافت اللي انا قاعد العبها، يعني ما ينفع تلعبها على البلاي ستيشن لان راح البلاي ستيشن راح تيجي غبيه لما تيجي تلف زي كذا يلف لك بطيء. ف في الكمبيوتر عشان في ماوس تقدر تلفه بسرعه. اوكي، يعني هذه وفي شيء ثاني يعني الزوم، وفي يعني في اشياء كثيره انا ما اعرفها. اللعبه الثانيه هي لعبة فيفا 15، مو فيفا 15، كل لعبة فيفا ما ادري هو في فيفا 11 وما في اظن، بس فيفا 14 او 15. هذه الالعاب ما تنفع تلعبها على الكمبيوتر لان اظن التحكم يكون صعب او شيء ما زي كذا. ف يعني انا ما ادري اذا انت الحين اللي قاعد تتابع المقطع يعني تلعب فيفا على الكمبيوتر او على البلاي ستيشن، بس يعني الكثيرين يلعبوها على ضياع ثلاثي. ها لا ما علينا، لا الكثيرين يلعبوها على بلاي ستيشن، ما عمري شفت واحد يلعب فيفا على كمبيوتر. يعني بس اذا جاي يفتح باكج او شيء زي كذا يمكن يفتح على كمبيوتر لان ما يصير بالبلايستيشن حقه شيء، انا والله ما نداري. الشيء الثالث لعبة هابي ويلز ما تقدر تلعبها على البلايستيشن لان راح يكون التحكم بالبلايستيشن صعب، او يمكن بعد ما اظن طلعوا هذا طلعوا هذا شو اسمه يا ربي، شريط هابي ويلز للبلاي ستيشن، فما تقدر تلعبها على البلاي ستيشن اظن. يعني ما حد متعود يلعبها الا على الكمبيوتر او اللاب. في شيء رابع، ايوه زي هذه الالعاب شو اسمها الكود والباتل فيلد وهذه الاشياء، ما اظن ان واحد يلعبها على الكمبيوتر لان يجي شكلها التحكم فعلى البلاي ستيشن يكون احسن انك تتحكم فيها بيد مو بماوس وكيبورد. اللعبة الرابعة الخامسة ارما، اللي ما يعرفها يروح على اليوتيوب ويكتب ARMA راح تطلع له اللعبة مرة حلوة. يعني على البلاي ستيشن اظن انه راح يطلع شكلها مرة ما هو حلو، لما يجي يلعبها لكن على اللاب او الكمبيوتر يجي شكلها يعني احلى. فهذه الالعاب اللي هذه الالعاب يعني اللي تزبط على الكمبيوتر واللي هذا. وبس ان شاء الله ان عجبتكم الحلقة، اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. مع السلامة.